اهلا بكم في قناه تويتا. اخر حاجه كانت في الحلقه اللي فاتت ان حسن وعبد الرازق اتخانقوا مع بعض، فحسن ضرب عبد الرازق بطوبه على دماغه وقع على الارض، فكلم صابر وقال له الحقني. وفي الحلقه الجديده قريب سلام راح له البيت وقعد يتكلم معاه، قال له انت ما بتروحش الجامع ليه؟ سلام قال له مكسوف من ربنا. قريبه قال له يا سلام ربنا غفور رحيم وانت تبت من زمان، ربنا يغفر لك، ما ينفعش تفضل حابس نفسك كده. وصابر راح لحسن عارف ان عبد الرازق مات، قال له قوم يا حسن روح البيت وانا هتصرف. حسن قال له هتعمل ايه؟ صابر قال له ما تخافش انا هتصرف، المهم قوم روح. وزين راح الوكاله قال للواد اللي شغال هناك وقف الشغل ده، مش هنشتغل مع الناس اللي معهمش فلوس دول، لازم نكبر. وقال له انا دلوقتي اللي ماسك كل حاجه، فتسمع الكلام وانت ساكت. وصابر قاعد مع حسن قال له ما تخافش سرك مع اخوك، انا خلصت كل حاجه ما تقلقش، محدش هيعرف حاجه. ومنال بتقول لرحاب انا عايز انزل الوكاله، انا زهقت من قعده البيت. رحاب قالت لها انت عايزه تنزلي عشان كل شويه اتضايق في زين؟ ده انا ما صدقت انه انشغل عني ومريحه دماغي منه. منال قالت لها انا مالي وماله؟ رحاب قالت لها خلاص انزلي. وعز دخل لابوه عشان يطلع يقعد معاهم، ابوه قال له عدي عايزه انا عايزك في حاجه، قال له في سر كنت مخبيه عليكم، صابر اخوك انت وحسن، صابر من صلبي. عز اتصدم. سلام قال له خليك مع اخواتك، وقال له قول لامك تسامحني، وصابر كمان خليه يسامحني، وصيتي ان صابر يصلي عليا، لما يصلي عليا هعرف انه سامحني. ومات. وعز خرج نده على امه ودخلت فضلت تعيط وتتكلم كتير، وعز كدب عليها وقال لها ابويا وصى ان صابر ما يحضرش الجنازه ولا يصلي عليه. وهما رايحين المقابر صابر راح بالعربيه عشان يشيل معاهم، امه قالت له امشي يا صابر. قال لها انت اللي بتقولي كده يما؟ قالت له وصيه ابوك كانت انك ما تحضرش الجنازه ولا تصلي عليه. وقف صابر زي ما هو. وهم مشيوا وسمير راح له قال له انت ما روحتش معاهم ليه؟ راح صابر راكب العربيه ومشي. وحسن راح لصابر الفيلا، صابر قال له ايه اللي جابك هنا يا حسن؟ امك واخوك محتاجينك دلوقتي. حسن قال له انا جيت عشانك. صابر قال له ما انت كنت واقف وامك بتمنعني ما احضرش الجنازه. حسن قال له حقك عليا يا صابر، بس دي وصيه ولازم تتعمل. وقال له في ناس تحت عايزين يعزوك، تحب نعمل عزا هنا؟ صابر قال له انا عايز انسى كل حاجه واركز في شغلي. حسن قال له شغل ايه؟ هو الشغل ده اللي عمل فينا كده؟ صابر قال له انا هكمل مش هعمل زي ابوك. وعمرو وهايدي عزوا صابر. وبعدين دخلت عيشه اتخانقت معاه، قالت له انت عملت ايه لعماد عشان يسيبني؟ صابر قال لها والله ما عملت حاجه. قالت له مش يمكن شغله معاك هو اللي خلاه يسيبني؟ صابر قال لها انا هروح له وافهم فيه ايه، بس امانه عليكي يا عيشه ما تزعلي مني، انا مبقاش ليا حد. وصابر قاعد مع هاني بيه وبنته، هاني بيتكلم على صفقه بس عليها مشاكل كتير. صابر قال له الصفقه مباركه وفيها خير كتير قوي. فرح هاني بيه وقال لبنته ابعتي للشركه اننا موافقين. وصفاء قاعده في اوضه سلام بتعيط، دخل عز يواسيها، سالته ابوك قال ايه قبل ما يموت؟ قال لها ما قالش حاجه. قعدت تتكلم كتير عن سلام بس هو ما اتكلمش خالص. وصابر راح لعماد البيت، قال له في ايه يا عماد مالك وسبت عيشه ليه؟ عماد قال له انا كنت عارف ان عيشه هي اللي هتجيبك. قال له قتلت ابويا ليه؟ صابر مش فاهم، قال له في ايه يا عماد؟ عماد قال له انا اللي ابويا اتقتل في بيت الذهب زمان، شفته بعيني. ووري له الصوره ومسك مسدس. صابر قال له عايز تموتني موتني يا عماد، انا قدامك اهو، بس انا وانت مالناش ذنب، ابهاتنا اللي استغلونا. عماد كان هيقتله وفضل يعيط وقال لامي كانت دايما بتعيط لحد ما ماتت من الحزن، وانا دخلت لكم عن طريق عيشه. صابر قال له انا قدامك موتني، بس عيشه ملهاش ذنب. عماد ما قدرش يضربه وسابه يمشي. ومنال تعبانه وبالكح، اختها رحاب قالت لها تعالي نكشف. منال قالت لها انا كويس، لو تعبت اكتر هبقى اروح اكشف. وصابر قاعد مع هاني بيه وبنته بعد ما الصفقه رست عليهم، قال لي صابر الشيك بتاعك هيوصلك، وسابه مع بنته وطلع. صابر قعد يتكلم معاها. ومنال دخلت البيت، رحاب سالتها كنت فين؟ قالت لها انا لما بقيت بكح كتير افتكرت امي الله يرحمها، فرحت عند الدكتور طلب اشاعات وتحاليل، واديني مستنيه نتيجه التحاليل. وصابر قاعد مع بوسي قال لها انت ايه اللي بينك وبين سمير؟ انكرت في الاول لكن بعد كده قالت له انا ابويا كان بيشتغل مع سمير وكان ماضي شيكات على نفسه وتعب شويه، فسمير عايز يسجنه فخدني اشتغل معاه عشان ما يسجنش ابويا، وبعدين جابني هنا اتجسس عليه. صابر قال لها انت مش هتمشي، انت هتقعدي وهتقولي لسمير اللي انا عايزك تقوليه. قالت له حاضر. وبوسي راحت قابلت سمير قالت له انا سمعت صابر بيتكلم في التليفون بيقول انا معايا ذهب كتير قوي، بس مستني اجيب الذهب اللي راح مني الاول وبعدين ابقى اديهم لك كلهم. سمير قال لها ما تعرفيش كان بيكلم مين؟ بوسي قالت له ما اعرفش. قال لها انا عايزك تراقبي كل تحركات ومكالمات صابر، اي حاجه تبلغيني على طول. والحكومه قبضت على زين عشان كان مخبي حشيش في مخزن العطاره، وقال لرحاب خدي بالك من سهيله، وقال لي منال لو عرفت انك انت اللي وراها والله ما هسيبك. وبكده يكون خلص ملخص حلقه النهارده، يا رب يكون الملخص عجبكم، اتمنى تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد.